السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رمضان كريم مبارك عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو أريد أن أنوه إلى ميزة أو خاصية جديدة أضافتها الفيسبوك، والعديد منا لا يعلمها، حيث تتيح صلاحيات يعني بالنسبة للفيسبوك أن تتجسس عليك بهذا المعنى، أو تأخذ جميع بياناتك، صلاحية الوصول إلى بياناتك الشخصية عبر التطبيقات التي تستخدمها، حتى ولو كنت لا تستخدم تطبيق فيسبوك، أي جميع التطبيقات المنصبة على جهازك سواء كان آيفون أو أندرويد أو حاسوب، فالفيسبوك يعني تبقى هذه الميزة تعطي لها صلاحية جمع بياناتك الشخصية وخصوصياتك، وهذا بالفعل أمر غير مرغوب فيه. إذن كما ترون سأقوم بالدخول إلى حسابي الفيسبوك، ثم أنزل إلى الإعدادات، أدخل هنا إلى بارامتر، ثم أنزل إلى الأسفل، إذن فهذه هي الميزة التي أضافتها الفيسبوك مؤخرا، Activity on the Heart of Facebook. أقوم بالضغط هنا. كما ترون عندي هنا 3 تطبيقات يعني مفعلة في هذه الميزة. إذن لتعطيل هذه الخاصية أضغط على هنا بلوس دوبسيون، ثم جيري اكتيفيتي فوتور، ثم جيري اكتيفيتي فوتور كذلك هنا. كما ترون هذه الميزة مفعلة، اكتيفيتي فوتور اون دوهور دو فيسبوك، أقوم بتعطيلها. ثم اضغط على ديزاكتيفي، إذن أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وإن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله.